رضا. للكابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر، وكابتن هشام ياكن كابتن مصر، ووليد صباح فتحة مصر، وجمال حمزة بنبناية مصر. حبيبي كابتن رضا، عندك أعظم أعظم يعني كيل جه في تاريخ مصر بالنسبة للعيبة الموجودة. أجيال هشام ياكن. أجيال أجيال كبيرة. ليه كده؟ ليه كده؟ وحشنا. لا هو في حتته كان أسد. يعني هو في حتته كان، إنما مش لعيب موهوب زي الموهوبين زي. الله يكرمك كابتن رضا. تعادلوا، كان تعادل النهارده مع الاولمبي 1-1. سمعت ان حضرتك قدمت استقالتك. لا مش مع الاولمبي. لا مش الاولمبي، النصر. اتغلب من النصر. اتغلبت من النصر. اتغلبنا من نادي النصر. وطبعا يعني يا ريت يا استاذ فايز تجيب ضربات الجزاء اللي هي جت علينا، وضربه الجزاء بتاعتنا، وعندك كباتن مصر يحللوها. تمام. هو اتحسب كام ضربه جزاء يا كابتن رضا؟ اتنين، واحده ليك واحده عليك. لا اتنين عليا، وكانت واحده ليا حسبها من بره. اتنين تمام. عليك واحده دخلت جول، واحده اتصدت. واحده اتصدت اللي هي الاولانيه اللي في الدقيقه 42، والثانيه في الدقيقه 38، والاثنين مش ضربتين جزاء. وضربه الجزاء بتاعتي حسبها من بره، وعينه فيها وقف الحيطه 5 متر. يعني 5 متر 10 خطوات. لا وقفك 5. انت مغروب دمك خفيف يا رضا. يعني انت دمك خفيف. الله ينور. الله طب يعني. كابتن رضا سمعنا في استقاله. لا استقاله ليه؟ هو انا خسرت مثلا 3-0 ولا 4-0 وفرقه النصر كانت راكبه الجيم ده. انا راكب الجيم واللي مخسرني حكم المباراه. واخد بال حضرتك؟ والناس كلها شايفه. الدكتور عمرو عبد الحق نزل قال لك انا لو في الملعب هقول للراجل بتاعي يطلع الكره بره، لان انا مش ضربه جزاء سواء الاولانيه ولا الثانيه. تمام. الكابتن سيد عيد قال لي انا اللي كسبني الحكم، انت خسرت في الحكم واللي كسبني الحكم ده المدير الفني المحترم بتاع نادي النصر. طيب كابتن رضا، التحكيم بيلعب دوره يا استاذ فايز. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انتوا لسه بتتكلموا وبتقولوا ان طارق السعيد اتظلم. واخد بالك؟ بس انت لما يحلف حكم طلاق 3 مش هخرج الا لما النصر يكسب، ويحسب ضربتين جزاء ما فيهمش الهوى. انت عارف مثلا لو فيهم واحده تستحق هقول لك انما المشكله الاثنين ما فيهمش حاجه، وانا اللي بتاعتي مفروض ان هي ضربه جزاء وبره لان الراجل خدها والكره مرمى له طويله، اخترق من الوسط وقام جاي الراجل شاته من بره لغايه ما دخل بيه جوه ووقع. طيب احتمال هو من بره. طب انت طب اطرد، ماشي حضرتها من بره، اطرد الراجل. طيب كابتن رضا المركز الاخير وال19 مش مقلقك و والله ابدا. انا بص انا مش قلقان. انت عارف ليه يا استاذ فايز؟ اتفضل. لان معايا فرق الكوره محترمه. معايا فرق الكوره احنا بنروح للجون وبنضيع. يعني النهارده مثلا الحكم مكتفني محجمني، بمجرد ما اللعيب يعدي نص الملعب فاول وتلاقيه عكس عليا. انا النهارده في لعيب عندي اسمه شيكابالا رقص ودخل اخترق من ناحيه اليمين واخترق دخل على ال 18 زي ما كان وليد كده بيعملها. فجاه لقيته بيحسب فاول عليا واللازم انا اللي رافع له. طب انت عينيك راحت فين؟ انت كحكم عينيك راحت فين؟ الراجل ده مسك كان هو اللي معاه الكوره ومرقص ومعدي، واحد رايح خارج لبره والتاني داخل لجوه وهو مرقصهم الاثنين مغزلهم، ازاي بتحسب عليه فاول؟ طيب كابتن رضا اخر سؤال، مجلس اداره جمهوريه شبين نفسهم طويل ولا نفسهم قصير؟ لا هم بيشربوا شيشه كتير فنفسهم طويل ان شاء الله. وبامر الله هم شايفين ان الفرقه فيها تقدم من مصر لمصر بتعلى، واحنا كانت الكوره ما عندنا في الاول. واخد بالك؟ والناس راضيه وشايفه ان في فرق الكوره محترمه. النهارده انت بتخسر بتعمدي من حكم مباراه هو السبب في خسارتك النهارده. اللعيبه عامله ماتش عالمي. اللعيبه النهارده يعني انا بقول لك بلعب في نادي النصر كاني بلعب بالظبط. اللعيبه من اول دقيقه وهي بتضغط على فرقه النصر، ودي ما حصلتش من فتره جامده بالنسبه لنادي النصر واللعيبه. فانا شايف يعني الباشمهندس احمد الخشن والحاج سامر التلاوي والباشمهندس مصطفى بسوني اللي هم اعضاء مجلس الاداره معاهم طبعا الحاج محمود والحاج حسين، ناس فاهمه في الكوره قوي، ناس عقلياتها عارفه ان احنا بنعمل تيم جديد، ورغم كده ان احنا بنقول هننافس. انت عارف يا استاذ فايز بيننا وبين الاول كام؟ 7 بونت. 8 دلوقتي يا كابتن، بقوا 8 دلوقتي. خلاص ان شاء الله يكون 10. انت في 3 ماتشات 3 بونت ده 3 ماتشات ده لو كسبت 3 ماتشات ورا بعض انت بقيت الاول. صح يا رضا. هم الناس شايفه ان الدوري لسه ما انتهاش. رضا معاك جمال عبد الحميد يا حبيبي. يا كابتن مصر
طالما الدوري لسه ما انتهاش ففعلا لسه قدام امل كبير جدا، وانت زي ما تقول بتلاعب دايما فريقك كره حلوه، والكره الحلوه في الاخر هي اللي بتنتصر. بالظبط. احنا بس يا كابتن رضا يعني انا جمال حمزه مش عايزين الماتشات او الهزيمه تكر مع فريق جمهوريه شبين. والله هي مش كر جيمي، هي الموضوع كله ان حكم فيه، حكم بيديك يرتبك الجيم وحكم بيكسرك الجيم. صح. يعني النهارده انت انا بقول لك هاتوا الماتش وشوفوا ضربات الجزاء، لو تستاهل يا عم انا هبطل تدريب وبلاها تدريب. يعني هي جت على التدريب بس. المشكله طب اقول لك على حاجه، طب انا اتطردت ليه النهارده؟ عارف ليه؟ انت اتطردت كمان يا كابتن رضا؟ ده والمدرب بتاعي اتطرد كمان. امال يعني مين عدك؟ انا احسن وثمان انذارات كمان يا سي. لا ده كان ده انت حسسنا مثلا ان احنا بنلعب في افريقيا. يعني الراجل ما حسسنا ان احنا انت عارف كل واحد يتكلم. طب اقول لك في لعيب اداس على ايده النهارده، بيقول له بص داس على ايده، قام جاي مديله انذار. ايده ورمه، بيقول له يا كابتن بص ده هو اللي داس على ايد، قام مديله انذار. كابتن رضا يعني احنا كلنا متفائلين وكلنا متاكدين ان جمهوريه شبين مش هيبقى ده مركزها مع نهايه الموسم. معاك ان شاء الله، بس الحكام تدي لكل فريق حقه يا استاذ. اكيد يا كابتن رضا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن رضا عبد العال مدير الفني لجمهوريه شبين. وخلاص الراجل او كابتن رضا اكد لنا ان هو باقي على راس الجهاز الفني.